ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. في هذه الآية الشريفة كالعديد من المباحث، المبحث الأول حول كلمة من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. قد يتوهم متوهم أن من يشاء تستبطن في داخلها الانفلات أو الفوضوية أو أن لا ملاكات ولا ضوابط ولا حدود ولا أي شيء من هذا القبيل. من يشاء، مثل أن تسأل شخصا فتقول: من الذي تكرمه غدا؟ فتارة يقول لك: سأكرم المؤمن أو سأكرم العالم، وتارة يقول: اللي أريد أنا أكرمه، اللي أريد، من أريد سأكرمه. هل يمكن أن يتطرق إلى الوهم مثل هذا الاحتمال؟ من الواضح أن الذي ثبت عنده في علم الكلام حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه بذاك الأصل الثابت الموضوعي المقرر في محله سيعرف بأن من يشاء ليست المراد بها، ليس المراد بها العبثية الفوضوية الانفلات، وأنه لا ضوابط ولا ملاكات، ذاك واضح في محله. لكن الكلام ما هي النكتة في هذا التعبير؟ عالم الثبوت واضح، لكن هذا التعبير لما؟ يعني لما تعبير موهم بهذا المعنى ولهذا المعنى؟ خاصة إذا لاحظنا أن القرآن الكريم بالتتبع في مختلف المواطن يركز على مثل ذلك، يؤتي الحكمة منه من يشاء، مو اللي يدرس، لم يقل يؤتي الحكمة من درس، من تفكر وتدبر، من صار في الأنفس وفي الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لا، ظاهر الآية يؤتي الحكمة من يشاء، وفي آية أخرى والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن هنالك تركيز على من يشاء. ما هي النقطة في ذلك؟ واضح، نحن يعني في علم الكلام قررنا مسبقا أن الله حكيم، وأن أفعاله معللة بالأغراض الواقعية التي يحيط بها بعلمه المحيط، وأن المصالح والمفاسد هي وراء كل أمر أو نهي أو ما أشبه ذلك. وكذلك عندما نلاحظ المفردات الأخرى المشابهة، عندنا مفردات من قبيل من يشاء، مثلا يهدي من يشاء في مثال آخر إلى صراط مستقيم، كذلك الآيات الأخرى التي تقول كيف يشاء، مثلا قوله تعالى: نعم بل يداه مبسوطتان، يداه
المراد بها يدي القدرة أو يدا القدرة والقوة، بل يداه مبسوطتان ينفق شنو كيف يشاء. إذن هنا عندنا من يشاء، هناك كيف يشاء. في آية أخرى يقول عن السحاب فيبسطه كيف يشاء. وكذلك المفردات الأخرى المضارعة في آيات أخرى مشابهة يقول تعالى ويعذب المنافقين إن شاء. إذن من يشاء، كيف يشاء، إن شاء، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والآيات من هذا القبيل ليست بالقليلة. إذن ما هو الوجه بعد الفراغ عن كونه حكيما لا شك فيه، ما هو الوجه في هذا التعبير أنه من يشاء؟ نقول هنالك وجوه عديدة يمكن أن تذكر للسر في العدول عن بيان الضابطة إلى التعويل والتحويل على المشيئة. بدل أن تذكر الضابطة ذكر المشيئة، ذكرت المشيئة. ما هو السبب في ذلك؟ الأسباب قد تكون متعددة، نشير لبعضها في هذه العجالة. السبب الأول هو الإشارة إلى خفاء الحقائق وخفاء المصالح والمفاسد وخفاء الخصوصيات والمزايا والجهات. هذه الثلاثة خفية علينا نحن البشر عادة أو على درجات. الحقائق مخفية علينا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا المصالح والمفاسد بجهاتها المختلفة وتزاحماتها ونتائجها النهائية خفية علينا. ثانيا، ثالثا الخصوصيات، الجهات، المزايا، هذه أيضا خفية علينا. ولذلك قال سبحانه وتعالى من يشاء، لأنه لا شك كلاميا في أن الله عندما ينصر فإنه ينصر بحكمة، لكن متى ينصر خفية علينا. قضية الروم، لأن الآية نزلت في تلك القضية، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن إيش وقت؟ بعد سنتين لو بعد 20 سنة، في بضع سنين. تعمد الله أيضا الإخفاء. الخصوصيات والمزايا مخفية علينا، قد تكون المصلحة فيما لا نتصوره نحن. الله يقول أنا أدري المصلحة، إذن أرجع الأمر إلي، ولا تتصور بأنك إن فعلت كذا لكان ينبغي أن يكون كذا، فلما لم يكن كذا، فتعتب على الله. نذكر مثالا لطيفا في قصة مفصلة نوجزها. شخص قبل 1300 وكذا من السنين، 1350 سنة لعله أو أقل أو أكثر، هذا الشخص كان شخصية شهيرة مرموقة، ولعله كان شيخ عشيرة، فكان خيرا صالحا كما يبدو، فلذا شمله لطف الله بهذه الطريقة. صعد على الشرفة الطارمة أو البلكونة أو ما أشبه، فزلت قدمه فسقط فكسرت رجله. خب هذا كثيرا ما يحدث لنا. الإنسان أحيانا يبتلى ابنه أو أخوه أو عمه أو أبوه بمرض عضال أو بحادث، سيارة تدعمه فيصاب بما يصاب بالشلل إلى آخر عمره، يعتب على الله. لما؟ شنو الوجه في المصلحة؟ أنا كنت إنسان خير صالح، لم أعصك مثلا كي تجازيني بهذه الطريقة فترفع عني عقوبة الآخرة التي هي أخطر وأشد وأدوم. لعله ثم هذا إنسان يكرم اليتيم ويفعل كذا من الخيرات، فلما؟ أو تفككت أسرته لحادث لا يعود له، أو فقد أرصدته كلها رغم أنه كان خيرا ينفق ينفق إلى ما شاء الله. أنت ما تدري المصالح شنو. ينفق كيف يشاء، الكيفية هو يحددها ولست أنت الذي تحدد، ما تعرف المصالح ما هي. سقط من الشرفة، كسرت رجله،
وإذا جاء المجبر جبر رجله، وإذا مندوب ومبعوث يزيد يأتي إليه يدعوه يأمره لقتال الحسين عليه السلام، رجله مكسورة بس معذور. إذا رجله كانت سالمة كان أمره دائرا بين اثنين، إما أن يذهب لقتال الإمام الحسين عليه السلام فهو من أهل النار، أو يرفض ويأبى. كانوا يحطمون أسرته كلها، مو بس هو كان يعتقله ويقتله هو شهيد، أسرته كانوا يحطموها أيضا. الله يعرف الصالح، المصالح خفية علينا. هذه الكلمة ترشدنا إلى هذا الواقع ضمنا، أن الواقع خفي علينا، المصالح خفية علينا، المفاسد إلا ما ظهر من بعض جهاتها ولا نعرف عمقها ولا سائر الجهات المزاحمة لها. ينصر من يشاء كيف يشاء، هي تتم للتوضيح، كيف يشاء متى يشاء، هذه كلها مرتهنة بمشيئته، لأنه الأعرف بالواقع وبالمصالح والمفاسد وبالخصوصيات والزوايا والجهات كلها. هذا أولا، وهذه الجهات يكمل بعضها بعضا. ثانيا، لكي يقودنا إلى أن نعترف بالهيمنة الإلهية على كل هذه الظواهر المادية، فلا نركن إلى قدرتنا، بل مهما أوتينا من علم وحكمة ومال وذرية وجمع وعدد، لا نزال نكون متوكلين على الله، نركن إليه. بعض الناس شايفين إنسان صدق صالح، لكن لو وكله الله إلى نفسه ثانية مثل هاروت وماروت على قول، فإنه ربما يسقط في الامتحان، ربما يسقط. مهما كان أوتي من علم وحكمة وقوة إرادة، في امتحان السلطة الكثير من الناس يسقطون. شايفين بعض الناس من الفقراء يعتب على الله بشدة، ليش ما تعطيني فلوس؟ لما أنا فقير؟ لا تعرف صالحك أنت، ينفق كيف يشاء، صالحك أن تكون فقيرا. وما أكثر القصص في الذين تجبروا بعد إذ استغنوا، أو تجبروا وطغوا وعتوا وعصوا بعد إذ تسلطوا. إذن النقطة الثانية، الله سبحانه وتعالى عندما يقول من يشاء كيف يشاء، يقول الأمور مرتهنة بي أنا، وهو القاهر فوق عباده. فإذا وفرت كافة العلل المعدة، كافة العلل المعدة، فاعرف بأن وراء ذلك وفوق ذلك إرادة الله، فتوكل على الله ولا تتكل على نفسك. إذن هذه جهة من الجهات. أمثل لكم بمثال واضح أيضا عرفي، الأمثلة العرفية قد توضح الأبحاث الدقية العقدية. شخص مجاهد، وكثير منكم كنتم مجاهدين ولعل كلكم في زمن الطاغية، وما أكثر المجاهدين في العالم على مر العصور. شخص مجاهد في بلد طاردته السلطات، فأراد أن يهرب إلى خارج البلد، لكن ما يعرف الطريق، فيلجأ إلى شخص خبير حكيم حصيف عارف بالمجريات، فيقول له شلون أهرب من هذا البلد؟ فتارة يقول له تروح تستخرج من فلان مكان مثلا الجواز المزور، ثم من فلان حدود بهذه الطريقة الخاصة تخرج، هذه طريقة. لو كانت القضية بسيطة بهذا المقدار، يستطيع هذا الشخص أن يخرج من هذا المعترك لكي يواصل مسيرة الجهاد من جديد من وراء الحدود مثلا. لكن إذا القضية كانت متشابكة معقدة، ما فيها معادلة واحدة، 50 قضية متشابكة، لو أخطأ في خطوة واحدة فإنه سيقع في أيدي الجلاوزة. فش يقول له هذا الشخص؟ ما يقول له الخصوص، يقول له تعال راجعني إلي، يعني حول عليه هو، يقول له أنا اللي أقول لك أنت اسمع، ما أشرح لك شنو التفصيل هاي الخطوة وتلك الخطوة، لا أكلك إلى نفسك، بل أحولك وأتعهدك بنفسي، أنت تعال عندي أو أحول على زيد، أقول شوف زيد شو يقول، أنت روح وياه. فزيد يقول له تعال من هذا الدرب، يقول هذا الدرب خطر، هذا هو الشارع الرئيسي، يقول أنت ما عليك، الفروع الأخرى المظلمة هي التي يركز عليها الجلاوزة، أنت أطع لا عليك.
إذا هذا الشخص بالفعل كان خبير وكان ذي نفوذ أيضا مثل علي بن يقطين، بحيث لو سقط في خطوة يتدخل ويخرجه أيضا من القضية، من المعترك، من المحنة، عندئذ الكلام يكون كلش عقلاء، يعني يقول له ارجع إلى فلان واتبع مشيئته، أو تعال ارجع إلي. عندما تكون المزايا والجهات والأبعاد خفية، عندما تكون المصالح خفية، عندما يكون الواقع خفيا، عندما تكون القضية معقدة متشابكة متعددة الأطراف، فما الذي ينبغي أن يقول الله سبحانه وتعالى؟ كلامه قمة في البلاغة، قمة في الحكمة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، لأنه الأعرف بكل المصالح والجهات والخفايا والأبعاد البعيدة المدى والمتوسطة والقريبة المدى، ويعرف تأثيرات هذا القرار على أحفاد أحفاده. أيضا قد يكون شيء ما لصالحك، لكن سيجر الوبال على ذريتك، على أحفادك إلى يوم القيامة. وقد يكون شيء ما بضررك ظاهرا من ضر أو بأسان أو ما أشبه، ولكنه سيجر العزة لأولادك. أنت ما تعرف هذه المعادلة، ولو عرفتها لأذعنت، لو حكمت عقلك وحكمت عقلي. هاتان جهتان، وهناك جهات أخرى لعلنا نتطرق لها في المستقبل إن شاء الله. إذن ينصر من يشاء، ينفق كيف يشاء، وهكذا وهلما جرى. لما؟ لأنه هو الأعرف بجهات المصالح كلها، ولأنه حكيم رؤوف رحيم. ولاحظوا، أنا فكرت أن أتدبر في الآية الشريفة، أشوف هل فيها شاهد إضافة إلى الكبرى الكلية اللي هي مسلمة في محلها، من علم الله المحيط، من حكمته، من رحمته، من سائر خصوصياته. هل في الآية شاهد على ذلك؟ تتمت الآية فيها شاهد. يقول الله سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. إذن نصرته منبعثة أو مؤطرة بإطارين يكمل أحدهما الآخر: عزيز ورحيم. لو كان عزيزا فقط، وهو الذي لا يغالب، العزيز هو القادر الذي لا يغالب، لقهر المشركين في نفس اللحظة. في الرواية: لو أن الدنيا كانت تسوى عند الله جناح بعوضة لعله ما سقى منها كافرا شربة ماء قط. الله يمهل ولكن لا يهمل. إذا كانت الصفة التي ذكرت هي العزة فقط، والعزيز فورا ينتقم، فورا يضرب بيد من حديد، وهو قادر لكن أيضا رحيم، رحيم بالكفار، يعطيهم فرصة ومجال كي لعله يرجع بعضهم إلى الحق. والدنيا هي دنيا إمهال، الآخرة معادلتها معادلة أخرى، الدنيا دار امتحان، فدار الامتحان تقتضي المزيج من الغضب ومن الرحمة، كلاهما يكون موجود طبيعيا. وهو العزيز الرحيم، فبعزته ينصركم، لكن برحمته يؤخر هذه النصرة، ينتخب وقتا يجمع بين الحقين فيه. هذا كإشارة إجمالية، ولعل هناك مزيدا من الكلام يأتي في المستقبل إن شاء الله. إذن هاي النقطة الأولى، المبحث الأول، أن النكتة في من يشاء ليست العبثية، وبتعبير آخر عبرت بتعبير جامع، أنه من يشاء هي بلحاظ لا بلحاظ، بلحاظ دون لحاظ. ليس من يشاء بلحاظ في مقابل الحكمة. أحيانا احنا نقول أنا كيفي أزوج بنتي كيف أشاء، فهذا اللي يقول أنا أزوج بنتي كيف أشاء هنا احتمالان. إذا كان إنسان غير حكيم، يعني يقول كيف عبثة، مو مهم عندي الملاكات شنو هي، أنا اللي يعجبني، هذا إذن هذا نوع من كيف أشاء. الكيفية الثانية: لا، إنسان حكيم عاقل، بس شوف هاي البنت الصغيرة لا تدرك، تريد هذا اللي بالجامعة شايفة تتزوج وياه، وهو يعرف خصوصياته ولا تقتنع، يقول أنا كيف أشاء سأزوجك. يعني شنو كيف أشاء؟ يعني عبثا؟ لا، لأن مقتضى الحكمة، بس أنت ما تفهمين الحكمة أو هو لا يفهم الحكمة.
ولئن شك في أب من الآباء فلا يشك في الحكيم المطلق بدون كلام. إذن كيف أشاء هي بلحاظ دون لحاظ، ليس كيف أشاء بمعنى وبملاحظة أنه لا حكمة ولا مصالح كامنة وراء مشيئتي، وإنما كيف أشاء في مقابل شنو؟ في مقابل أنتم اللي تريدون تحملوا على الله، تقولون إذن افعل كذا، لما لا تفعل كذا؟ يقول لا، أنا كيف أشاء، أنا اللي أعرف الواقع، فأفعل ما أشاء كما أشاء كيف أشاء وهو الذي بصالحكم. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، حسنا آمنا وسلمنا، ينصر الله من يشاء، لكن هل ذكر الله في موطن آخر ضابط؟ الجواب نعم، فقد جمع بين كل الحقوق، فمن جهة حول على مشيئته، ومن جهة ثانية أيضا ذكر بعض الضوابط ولم يمهلها ولم يهملها ويتركها سدى. الآية الأخرى ماذا تقول؟ إن تنصروا الله ينصركم. إذن تلك الآية تكمل هذه الآية، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. من هو هذا الذي يشاء الله نصرته؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن مشيئة الله تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، بعضها ذكرها لنا مما هي بأيدينا، أما الذي ليس بأيدينا فتبقى القضية محتاجة إلى أن يذكر الإطار اللي يجمع كل الضوابط، وهو من يشاء، وهو كيف يشاء، يجمع الضوابط الخفية والجلية. هذا هو المبحث الثاني بإيجاز. طبعا هذا البحث له بعد عريض جدا، اكتفينا بالإشارة أنه إذن من يشاء له ضوابط، منها هذه الآية الشريفة المباركة. المبحث الثالث، حسنا إذن إن تنصروا الله ينصركم، كيف ننصر الله؟ كيف ننصر رسل الله؟ كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف ننصر الصديقة الزهراء ومبحثنا عنها صلوات الله وسلامه عليها وعن أبيها وبعلها وبنيها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف ننصرهم؟ هذا هو موطن البحث الرابع. الجواب بإيجاز أيضا، نصرتهم لها أوجه ولها مصاديق ولها مراتب ولها أنواع ولها مفردات كثيرة، منها عبر رعاية الحواضن. الحواضن رعايتها، الاهتمام بها، الترويج لها، التفكير فيها، الكتابة عنها، أن تعيشها دوما، هذه من أهم طرق نصرة أهل البيت ونصرة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. وإن شئت فقل الشعائر، لكن الحواضن تعبير أعم من الشعائر. هذا هو المبحث الثالث وبإيجاز. المبحث الرابع نشير فيه إلى مفردة من مفردات الحواضن المجهولة عادة أو المهملة عادة عند الأكثر. الحواضن كثيرة، لعله اللي أنا خليتها في البال 20 أو 30 واحدة منها التي تحتضن تلك المناسبة أو تلك القيم أو ذلك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. من الحواضن الأيام، وهذه النقطة هي المغفول عنها عادة. الأيام من أهم حواضن القيم، من أهم حواضن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أهم ما ينبغي أن تراعى وأن تحظى بالاهتمام، لكن الناس عادة عنها غافلون. أسألكم سؤال الآن، فكروا فيه، هل الزمان يملك؟ المكان يملك، يعني أملك هذا المكان، لكن الزمان شلون؟ أملك الزمان؟ شلون يعني أملك الزمان؟ أمس أملكه؟ الجواب نعم، كما أن المكان يملك الزمان يملك، أو في مرتبة نازلة منه هناك حق اختصاص فيه، مثل ماذا؟ مثاله الواضح، هذا تمهيد،
لكي نقول عن الأيام وكونها حواضن ومختصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم. لو استأجرت شخصا فدفعت له مالا، شنو أنت ملكت وقته أم لا؟ هذا الوقت ملك لك. خفف التعبير، قل لك في حق الاختصاص، لا بأس. ملك هنا وحق الاختصاص لا يجوز له في هذا الوقت أن يتجاوز الاتفاق طبيعيا. العبد مثال أوضح، كل وقته لمولاه. نترك العبد كله مستأجر، كله موظف، الموظف في الدولة يحرم عليه شرعا حسب الضوابط الشرعية العامة، يعني إن كان توظيفه بحق أو يؤدي إلى هدر المال العام وهدر المال العام، يحرم عليه أن يضيع دقيقة من وقته هكذا في اتصال شخصي ويستفيد من أموال بيت المال بدون وجه حق. فالوقت إذن يملك، الوقت إذن يملك. الأيام على حسب الروايات هذه مرتبطة بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. يوم السبت يوم من؟ يوم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتوا لاحظوا إحنا نعيش في يوم السبت حالة استثنائية من الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله. قد يكون أشخاص يعيشون ذلك، هنيئا لهم، لكن عامة المسلمين هل يعيشون يوم السبت بتعبير آخر أدق وألطف؟ هل يطبعون حياتهم في يوم السبت بطابع رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث هذا اليوم يكون متميز من أيام الأسبوع؟ هل يطبعون؟ هل يفكرون في ذلك اليوم برسول الله أكثر؟ هل يبادر هذا الشخص في يوم السبت على الأقل يحفظ رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يكتب مقالة عن رسول الله، يذكر أولاده على السفرة برسول الله بمكارم أخلاقه؟ يوم الأحد هو يوم من؟ يوم أمير المؤمنين ويوم البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يوم الأحد شوفوا هل الطابع العام للبلاد الإسلامية من وزارات ومن شركات ومن مدارس ومن حوزات هل يتلون بلون علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هذا اليوم يومه. وفي الدعاء أكو وهذا يوم الأحد، خطاب لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا يوم الأحد وهو يومك، وهو يومك. نرى الملكية لكن نخفف، نقول الاختصاص، نقول الإضافة ليست إضافة تمليكية وإن كنا نقول بذلك، لكن نقول تنزلا الإضافة هي إضافة تشريفية. مثل نقول يوم المعلم، في يوم المعلم ما الذي نصنع؟ نكرم المعلم، أليس كذلك؟ نهتم بالمعلم، نفكر بالمعلم، نكتب عن المعلم، نروج للمعلم، نحفظ حرمات المعلم، نفكر في حقوق المعلم المهدورة، أليس كذلك؟ كذلك في يوم الطفل العالمي، كذلك في يوم المرأة العالمي. حسناً، أين يوم فاطمة الزهراء عليها السلام؟ أين يوم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ أين يوم رسول الله؟ أين يوم الإمام الحسن والحسين؟ يوم الأربعاء، اليوم يوم الأربعاء، يوم من؟ يوم أربعة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما تعلمون، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي. شوفوا إحنا حياتنا، روحوا تصفحوا، إن شاء الله كلكم من هذا القبيل. اليوم الصبح عندما استيقظنا لصلاة الصبح فكرنا في الإمام الكاظم وفي مسؤوليتنا على الأقل في إحدى الأبعاد. الإمام الكاظم كان سجينا فترة طويلة من الزمن، خلينا نفكر في هذا اليوم، كل يوم أربعاء نقدم ونتحرك ونخطو ولو خطوة واحدة باتجاه الدفاع عن السجين المظلوم. كم من السجناءكم مظلومين في العراق، في مصر، في بلاد الحجاز، في البحرين، في ليبيا، في سائر الدول، أيضا في الدول الغربية، لكن السجن قد يكون بنوع ونوع آخر. في يوم الأربعاء واحد خلي يفكر أنه يوم السجين، يوم السجين العالمي، وثواب أي خطوة يقوم بها للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا معناته أن يوم الكاظم قد أحييته، هذا معناه أنك طبعت هذا اليوم بطابعه، يعني طبعت حياتك بطابعه صلوات الله وسلامه عليه.
الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كل إمام طبعا له تجليات مختلفة، إحدى تجلياته الدعوة، التبليغ، الانفتاح والحوار الفاعل والنافذ مع سائر المذاهب والأديان وغيرها. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا الحقل، يعني هو السباق كما هو واضح. في يوم الأربعاء خلي أفكر أنه فلأصنع شيئا ما، ولو أتعلم كلمة واحدة عن المسيحية والجواب، أعلم ابني كلمة واحدة عن اليهودية. أبنائنا كثير منهم بالتعبد ماشين، لعله يعني المسيحية شنو معتقداتها، ما هي الردود، الملحدون ماذا يقولون وما هي الأجوبة. لذا عندما يروح إلى الجامعة تزل قدمه لأنه مو محصن. الأيام هي أفضل الحواضن المعرفية، وقد ربطها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بقمم البشرية الخالدة. هذا الربط بين الشخص وبين الإمام والرسول وبين القيم، ربط استراتيجي عميق لكن أغفلناه. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان في يوم الأربعاء خلي يفكر أنه يجود ببعض الشيء شوية أكثر من أيام الأسبوع، يجود ببعض ماله، يجود بأخلاقه، ما عنده فلوس شوية خلي تكون أخلاق اليوم أحسن مع أهله مع الناس، حتى الناس يشوفون أكو تطور، أهله يشوفون، هو يشوف أنه قد تغير، قد تطور، قد تحول إلى الأحسن. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه مظهر من أسمى مظاهر قيادة التغيير الاستراتيجي من الداخل. كثير من الناس قد يكونون في دول، قد يكونون في أحزاب، قد يكونون في عشائر، يبقون بها لجهة أو أخرى، لكن عليك أن تحاول أن تقود التغيير من الداخل. يوم الأربعاء اجعله منطلقا للتفكير في هذا الحق. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من مظاهرها الجلية مقارعة الظالمين، وقد دفعت حياتها ثمنا لذلك. خلي احنا في كل يوم أحد، هاي وظيفة عامة، لكن في يوم الأحد فلتكن مجلة أفكر أنا كيف أستطيع أن أقارع الظالمين، سواء أكانوا في إسرائيل الحكومة تلك الظالمة والدولة الجائرة، أو في أمريكا أو في العراق، لا فرق، أي ظالم سواء أكان في موقع عام أو خاص فالأخطو خطوة. الإنسان يقتدي بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه في بناء الأسرة. فليكن يوم الأحد عندنا هو يوم المرأة، يعني يفكر الإنسان في أن يولي أمه مزيدا من العناية في يوم الأحد كرامة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، يولي مزيد من العناية والرعاية لزوجته، لبناته، لأخواته، وأيضا للمرأة بشكل عام. يفكر كيف يستطيع أن يحسن من وضع المرأة العام. هاي روابط، لأن الإنسان ينسى، هي المسؤوليات كثيرة، وكل له أدوار، الطبيب فهو طبيب، المهندس مهندس، رجل الدين أيضا شغل الفقه والأصول. لكن لو ربطناه بالأيام كما صنعت الروايات وكما غفلنا عن ذلك الكثير منا مع الأسف، عندما يرتبط باليوم، عندما يستيقظ يقول هذا يوم الزهراء عليها السلام، هذا يوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فما الذي يريدانه مني؟ هل أنا بالفعل ماشي في هذا الطريق على الصراط السوي أم لا؟ هذه تربط الإنسان. يفكر في يوم السبت الرسول صلى الله عليه وآله بنى أمة وبنى دولة. أنا شنو يجي مني؟ قد يجي مني خطوة من مليار خطوة، ما يخالف، فأن تكون الدولة مبنية على النزاهة، على الصدق. هذا الشخص اللي سيكون هذا التلميذ يوما ما وزيرا أو نائبا، أنا بمقدوري أن أربيه أخلاقيا بحيث يكون من هذه الجهة محصنا قدر المستطاع. لا أستطيع أن أبني دولة لعلي، لكن أستطيع أن أبني شواخص وأعمدة وأوتاد، أوتاد يكونون في البلاد. كل يوم هو مذكر، علينا أن نحيي هذه الحواضن. تعالوا للفضائيات، تعالوا للحسينيات، تعالوا للمساجد كلها،
هل تشوفون في المساجد أكو تحول في يوم الاثنين وهو يوم الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما في كل المساجد؟ هل تشوفون في يوم الثلاثاء وهو يوم السجاد صلوات الله وسلامه عليه والباقر والصادق تحول؟ تحول علمي. كل إنسان في يوم الثلاثاء فليفكر يتعلم مسألة واحدة، هذا تطور، هاي نهضة، نهضة حقيقية. إذا 100 مليون إنسان، 500 مليون إنسان ورثت في أذهانهم هذه الفكرة، هذه الثقافة، أنه هذه الأيام تربطك بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فحاول أن تكون الأفضل والأكمل والمتأسي. هذا بعد من الأبعاد. البعد الآخر نشير له بإيجاز ونترك التتمة للأسبوع القادم إن شاء الله. من أروع ما صنعه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم في الأيام وهي الحواضن الطبيعية لارتباطنا بهم لو عرفنا ذلك. شوفوا مثل المكان، شلون المسجد يذكرك بالله، المكان له خصوصية، الزمان له خصوصية، لكن بشرط أن أعرف أن هذا مسجد، بشرط أن أعرف أن هذا اليوم يوم الأحد وأتذكر أنه يوم الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأيام الذي صنعه المعصوم، لاحظوا الدقة حقيقة في الدين الإسلامي بشكل غريب، يعني المنهج التربوي لا نظير له، لا يعقل أن يكون له نظير. روح إلى المسيحية يحيون يوم من الأيام بالأسبوع، خلاص أنت بقيت الأيام أنت خلاص. روح إلى اليهودية يوم من الأيام وانتهى الأمر بين سبت وأحد. أما تعال للإسلام، لا كل يومين، يعني كل حياتك هذه مرتبطة بمصادر الكمال. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وقبلهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أيام الأسبوع قاموا بأربعة أدوار، يعني مهدوا لنا سبلا أربع للتكامل وللارتباط بالله سبحانه وتعالى وللقيم، الارتباط بالقيم. السبيل الأول الأدعية، في هذه الأيام أكو أدعية مختلفة. السبيل الثاني هو الصلوات، في يوم الأحد أكو مجموعة من الصلوات، كم إنسان يلتزم بها؟ إذا كل امرأة أو كل رجل فكر في أن في يوم الأحد يصلي إحدى هذه الصلوات، وسأتلو عليكم بعضها. إذن السبيل الثاني هو الصلوات، السبيل الثالث هو التسبيحات، السبيل الرابع هو التعويذات. كل يوم من الأيام له تعويذة، عوذة، تعويذة من التعويذات. أين نحن من هذه التعويذات؟ أذكر لكم فيما تبقى من الوقت القليل بعض النماذج السريعة من إحدى هذه العناوين إن شاء الله. لاحظوا شوفوا أنتم هاي الرواية، صلاة يوم الأحد، هذا كتاب البحار حسب إحدى الطبعات الصفحة المجلد 87 صفحة 279، لكن هذا المجلد الضخم المجلد 66 36. صلاة يوم الأحد، صلاة خاصة في يوم الأحد. إذا أردتم أن يبوئكم الله من الجنة حيث تشاءون، يعني الخيار يكون بأيديكم، إذا أنتم أجيتوا تشترون بيت على حسب كمية المال التي لديكم، تشترون بيت مطعطع أو بيت ضخم جيد، إذا أردت في الجنة أن يكون الخيار والاختيار بيدك، صلي هذه الصلاة، أمر سهل الثواب عظيم. بالإسناد المتقدم عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام، هذا في يوم الزهراء يوم الأحد، قال: ومن صلى يوم الأحد 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الملك تبارك الذي بيده الملك، بوأه الله في الجنة حيث يشاء. ما يسوى الإنسان 4 ركعات يقرأها في كل أحد بسورة الملك، عندئذ الله يجعل الخيار والاختيار في الجنة له أي مكان أراد. هذا قاعد يربط الإنسان، يربط دنيا الإنسان بآخرته، بكمالاته، بتعبده لله، بالسيدة الزهراء عليها السلام. صلاة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الأحد، ذيش كانت يوم الأحد، من صلى ليلة الأحد 4 ركعات
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وآية الكرسي 11 مرة. حفظه الله في الدنيا والآخرة، حفظه الله في الدنيا والآخرة من الشرور، من الإرهابيين، من الآثام، من الجرائم، من الحوادث. وغفر له ذنوبه، فإذا توفي فإن توفي وهو مخلص لله أعطاه الله الشفاعة يوم القيامة. ثم يقول وأعطاه الله 4 مدائن في الجنة. إذن هذه صلاة. الصلاة الأخرى صلوات متعددة، لأما معطينا خيارات مختلفة يريدون يربطونها، بس إحنا نهرب المشكلة هاي. يعني النبي الإمام أعطانا طرق للارتباط بالله وللتكامل، لكن نهرب منها، نغفل عنها. فإذا إحنا بعضنا رجال الدين لا يلفت الناس لذلك، فأين يكون الناس عندئذ؟ الصلاة الأخرى الصلوات كثيرة ونختم بها، وهي صلاة لطيف، يعني أجرها لطيف، هاي أيضا ليلة الأحد، وهي ليلة الزهراء والأمير عليهم الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الأحد 2 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي مرة، وسبح اسم ربك الأعلى مرة، وقل هو الله أحد مرة، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. هذا يوم القيامة في الدنيا شنو؟ ومتعه الله تعالى بعقله حتى يموت. مو شيء، هذا ليس بالشيء القليل. شايفين بعض الناس يصاب بشنو يسموه الآن؟ الزهايمر، يصاب بالخرف، يصاب بالعته، قد يصاب بالجنون، قد يصاب بالماليخوليا. هاي الأمراض كلش كثيرة الآن. هاي الضمانة سهلة، ضمانة سهلة أن تصلي هذه الصلاة كل ليلة أحد، متعه الله بعقله حتى يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لكي نكون من الذين ينصرون الله وأولياءه، كي ينصرهم الله سبحانه وتعالى. ومن النصرة هذا المصداق الذي تحدثنا عنه، أن نرتبط وننشد إلى أيام الأسبوع بما تحمله من قيمة وبما تحمله من ذكريات ترتبط بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.